أيقونة ثورة التحرير الجزائرية، تشعل الشارع بمشاركتها في الحراك الرافض لترشح بوتفليقة لولاية خامسة. إن شاء الله. جميلة بوحيرد بنت حي القصبة العريقة الذي احتضن ثورة التحرير الجزائرية ضد المستعمر الفرنسي، من أب جزائري وأم تونسية. تعليمها الفرنسي لم يثنها عن رفض شعار الطابور المدرسي فرنسا أمنا، لترد عليه الجزائر هي أمنا، قبل أن تنقطع عن الدراسة لتنضم وهي في ربيعها العشرين إلى صفوف الخاوة أو جبهة التحرير الوطني. تدربت على السلاح وتطوعت لزرع القنابل ونقل المعلومات. بعد اكتشاف أمرها استمات الجيش الفرنسي في مطاردتها، رصاصة في الكتف أسقطتها يوماً أسيرة في يده، فتفنن جلادوها في تعذيبها حرقاً وصعقاً بالكهرباء، ومع ذلك فشلوا في انتزاع أي اعترافات منها، فصدر عليها حكم بالإعدام وتحدد موعد تنفيذه. انتشر الخبر في بقاع الأرض مخلفاً موجة غضب عالمية. تدخلت جهات حقوقية وتبنى قضيتها المحامي الفرنسي الشهير جاك فيرجيس الذي أصبح زوجها لاحقاً، ونجحت الجهود في إيقاف الحكم. رأت جميلة الحرية مجدداً بعد الاستقلال، كرمت في بلادها وحظيت باستقبال الأبطال في عدة دول عربية، لكنها فضلت العيش في الظل منذ ذلك الحين. على مر السنوات صدرت عنها مواقف داعمة للنضال والتحرر، أبرزها كان بشأن القضية الفلسطينية، لكن البعض يرى أن صورتها اهتزت بعد استقبالها الرسمي في مصر، والذي صدرت خلاله تصريحات عنها تشيد بعبد الفتاح السيسي وما سمته بحربه على الإرهاب، في الوقت الذي ينتقد فيه المجتمع الدولي أوضاع الحقوق والحريات في مصر. انتقد آخرون لقاءها مع بشار الأسد وحسن نصر الله. صديقتي جميلة، كتبت في جميلة أشعار بقلم نزار قباني وبدر شاكر السياب ونازك الملائكة، وتغنت بها فيروز، كما أن سيرة حياتها قدمت في فيلم للمخرج المصري يوسف شاهين. وأنتم كيف ترون مسيرة جميلة؟